وتحتفي مملكة البحرين في 14 من يناير من كل عام بيومها الدبلوماسي الذي جاء تخصيصه بأمر ملكي سامي من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. الاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية يأتي تقديرا لعطاء كوادرها الوطنية المخلصة في السلك الدبلوماسي رجالا ونساء، واعتزازا بمواقفها التاريخية المشرفة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والثقافات والأديان وتسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية. هذا ويشكل الاحتفاء بيوم الدبلوماسية البحرينية مناسبة وطنية غالية تجدد من خلالها المملكة فخرها بسجلها العريق في إقامة العلاقات الدولية على أساس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وترسيخ الأمن والسلام الإقليمي والدولي كنهج ثابت في سياستها الخارجية.